بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصر مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والسلام. وفي برقيته عاهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي على بذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء لخدمة الشعب المصري العظيم، والعمل على تقدمه ورفعته وازدهاره.